تتركني بحالي؟ ليش هيك ما عم تتركني بحالي؟ ليش ما حدا عم يفهمني بالنوم؟ لك ليش؟ من أول ما أجيت على هالبيت وعلى طول متضايقة كل الوقت. نيلام! 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 لك انتي جنيتي، شو هذا اللي عملتيه بحالك؟ فهميني! نيلام! نيلام! لك انتي شو اللي مسويتيه بحالك؟ اتركني، انا ما بدي شي غير اني ارتاح. اتركني! اهدي شوية نيلام! انتي شو اللي عم تعمليه بحالك؟ كل شي صار عم تسألني! ليش قلت سرقت الشركة؟ فهمني، ليش حطيت الحق على حالك قدام عيلتك؟ لك ليش؟ نيلام، أنا عم أسألك سؤال واضح، أنت شو عم تخبصي؟ شو كان في داعي تعملي هيك بحالك يا نيلام؟ معقول هاد الحكي؟ هداك اليوم لسه كنتي بدك تموتي حالك هيك بكل بساطة وبعدين سرقتي. فهميني بس، أنت ليش هيك عم تساوي؟ مشان تقهري ميت هودة وتضايقيها؟ واليوم عم تأذي حالك؟ شو صار لك؟ ليش هيك عم تساوي؟ فاتي عقلك؟ فقدت عقلي على آخر وما ضل عندي عقل. أنا مقهورة وخايفة كتير، لأنك بعد كل هاي الأيام لسه ما تصرفت على أني زوجتك. خايفة تكون ندمان لأنك تزوجتني وجبتني على هذا البيت. وصدقني أنا ما بدي أخسرك. طول الوقت حاسة إن ميت هودة رح تاخدك مني، وأنا ما بدي إياك تبعد عني وتتركني. لا تروح وتتركني لحالي مشانها، وشو ما قالت لك ميت هودة لا تصدقها. خلص لا تخليها تكذب عليك، أنت ما رح تتركني مو هيك. هو ليش هيك تحمل كل اللوم على اللي صار؟ بعد ما خرب رابطته مع أبوه، خربها مع كل العيلة بعد ما حكى هيك، بس مشان نيلام؟ ليش؟ خلص لا عاد تفكري بهي الطريقة، لأني ما رح أتركك. وهذا الندم اللي حكيتي عنه مانو موجود وما عم فكر فيه أبدا. وحتى لو عن جد كنت بحبها لميت هودة، أنا ما رح أرجع لها. أنا معك بهي اللحظة لأني عطيت كلمة يا نيلام. ما فهمت. طيب انت عم تعمل كل هاد هلأ بس لأنك عم تحاول تنساها؟ أنا بكل بساطة موجود معك هلأ بهاي اللحظة لأني مضطر وما عندي خيار تاني، ولهيك تزوجتك. هي اللي
قتلت لي ابتدين. أنا ما رح أتركها لإيشا. أنا ما بدي تأذيها لإيشا، لهيك مستعد ساوي اللي بدك إياه وبلا اعتراض. اتفقنا، أنا بدي إياك تتزوج بنتي نيلام. أنا انجبرت أتزوجك، ولهيك أنت هلأ موجودة بهذا البيت، وأنا رح أعمل كل جهدي لحتى حافظ على الوعد اللي أعطيته وأوفي فيه. وكرمال هيك مستعد أدفع أي ثمن. بس كمان ما فيني خبرك أنا ليش مضطر أتصرف بهي الطريقة، ما فيني أشرح لك شي ولا حتى قلك شو السبب. بس أنت قليلي شو ساوي لحتى تقتنعي أنه ما رح أتركك وما رح أتخلى عنك لو شو ما صار يا نيلام، وكل اللي عم تقوليه ما رح يصير. رؤي، أنا بدي بعد كم يوم عن كل يلي صار هون بالبيت، بترجعك وبدي أنت تروح معي كمان لنكون أنا وياك لحالنا، يعني نحنا منقدر نطلع لعنا على القرية، بهالفترة الجو بيكون كتير حلو وفي عنا كتير قرايبين رح ننبسط معهم، وأنت بتعرف كيف تزوجنا أنا وياك بسرعة وما عملنا عرس وفرحنا. شبك؟ ليش عم تطلع فيني هيك؟ لو سمحت قلي إذا في شي مضايقك. اهدي، مثل ما بدك، بس لا عاد تحاولي تأذي حالك، وبدي تحطي براسك إني ما رح أتركك وما رح يصير شي مني اللي عم تفكري فيه، وتحاولي تهدي وتكوني عاقلة. ماشي، بوعدك، بس بدي اياك توعدني انت كمان انك رح توافق تسافر معي على القرية. توعدني؟ شكرا لك. جايبة امتى تعرفت عليها؟ اذا كنت حاببها لما نجيري وبدك تتزوجها، انت امتى لحقت تتعرف عليها وكيف تزوجتها بسرعة؟ هلأ بدي منك تكتب اسم عروستك هون. انا لازم اعرف شو هو السبب يلي جبر ميتي يتزوج نيلام ويجيبها على البيت.